في الوقت اللي احنا فيه ده وفي عز زنقه الامتحانات اللي انت مزنوقها دي وفي ظل ما انت سايب كل حاجه على البركه، فاحسن حاجه واهم حاجه تنفعك في الوقت ده هي البركه. البركه في وقتك والبركه في مذاكرتك والبركه في فهمك. انت محتاج ان ربنا يرزقك الفهم عشان تفهم اللي انت بتذاكره وتحفظه. فخلينا اقول لك دعاء ان شاء الله بسببه ربنا سبحانه وتعالى يرزقك البركه في وقتك وفي علمك وفي فهمك. ردد ورايا: اللهم الهمني الصواب وسدد يميني وبارك لي في وقتي وفهمي. وخد بالك من حاجة، ما ينفعش تسأل ربنا سبحانه وتعالى البركة في الوقت وتيجي انت من ناحية تانية تضيعه، لان ده مش وقت تضيع وقت. ربنا يرزقك البركة في وقتك وفي فهمك.